إبراهيم، أنت عملت شخصيات يعني كثيرة، ولكن كان في شخصية الناس يعني بعد ما وقفتها لا زالت تطالب فيها، اللي هي التمساح. ليش ما كان في استمرارية؟ هل تنوي أن تعود هذه الشخصية مستقبلاً؟ يعني يعني صحيح سوينا شخصيات كثير في تلفاز 11، التمساح كان من أشهرها صحيح، ولكن احنا في تلفاز نعتقد ان الشخصية اخذت حقها خلاص. 5 مواسم تقريبا 135 مقطع يعني 125 حلقة رئيسية، كفاية خلاص يعني، بشوية واحنا نتكلم مكسيكي يعني، فخلاص يعني نشوف انها وصلت الى حد يعني جميل. واشتغل عليها فريق تغير كثير على فكرة، يمكن أكثر من 5 فرق اشتغلوا على الشو الصغير هذا، فكان سريع وأسبوعي ومتعب، ونعتقد يعني في تلفاز أنه وصل إلى مرحلة جيدة وخطرة، يا ترقى فوق أكثر يا احتمالية يعني أنها يعني أنت تخسر المحبة. أنتوا في تلفاز ضد القوالب الـ مو بالجامدة الثابتة اللي خلاص يعني. بكل أمانة يعني في تجارب عربية كثيرة خطرة شفناها من قبل، ما ودنا نقع فيها، ولا ودنا نكون إحنا الشبكة اللي تصدر برامج وما عاد عندها إلا ذا البرنامج. لا، نجح خلص، إذا أنت فنان حقيقي سوي اللي أحلى منه وأحسن منه واكسره. جميل جميل. فيعني هذا اللي متوجهين له.